مساء الخير. اليوم قصتنا راح تكون عن أختين يعيشوا في منزل جديهما. ما راح أحرق عليكم، خلينا نبدأ القصة. كنت أعيش في ساحة المقطورات، وهي المنازل المتنقلة مشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت الساحة التي أسكن بها يوجد فيها 4 أو 5 أسر بخلاف أسرتنا، وكانت أسرتي عبارة عن جدي وجدتي وشقيقتي الصغرى وأنا. وفي إحدى الأيام انتقل إلى المقطورة المجاورة لنا رجل يدعى جون. لم يكن جدي شخص اجتماعي، ولم يكن هنالك الكثير من الناس للتعامل معه في هذا المكان الذي نعيش فيه، ولذا سرعان ما أصبح هو وجون أصدقاء. لم أكن أحب جون أبدا، فقد كان ينظر إلي بطريقة غريبة ومريبة، وكان دائما رائحته تشبه الخمر. كان يقترب مني كثيرا حين يتحدث إلي، وأحيانا كنت أجده يضع يده على ظهري أو كتفي. كنت حينها في 9 من عمري، وفي أحد الأيام أخبرني أنا وشقيقتي أن أحد القطط التي يربيها أنجبت العديد من القطط، وأن جدي قد سمح لنا أن نذهب إلى مقطورته لكي نرى القطط. فذهبت أنا وشقيقتي إلى هناك. وبالفعل كانت القطط رائعة الجمال. كان هنالك واحدة تشبه النمر، وأطلقنا عليها اسم ريسي. كانت شقيقتي الصغرى مشغولة بأحد القطط حين أتى جون وجلس بجواري على الأريكة، وحينها وضع يده على ظهري ثم ابتسم وقال لي: هل تعلمين أنك فتاة في غاية الجمال؟ أنت تشبهين سندريلا. شعرت حينها أنني أرغب في التقيؤ، وجريت مسرعة إلى الخارج وقمت بسحب أختي معي، ولم أخبر أي شخص بما حدث، لكنني كنت أتجنب دائما أن أنظر إليه. كنت ألاحظ أنه يجلس أمام مقطورته أثناء ذهابي إلى المدرسة وأثناء عودتي منها. وفي أحد الأيام تعرض جدي لوعكة صحية، وكنت حينها لدى أحد صديقاتي. وحين عدت إلى المقطورة لم أجد أحد. تناولت الطعام وبدأت أنهي بعض واجباتي المنزلية، حين سمعت طرقا على الباب. تخيلت أنه جدي أو جدتي أو شقيقتي، لكنني وجدت جون. طلب مني أحد أدوات جدي. حين دخلت لكي أحضرها له، جاء خلفي وحاول أن يعتدي علي. قاومته بشدة، حاول أن يخنقني بكلتا يديه. أعتقد أنه كان يحاول أن يفقدني الوعي. كنت أبكي بدون صوت وأكاد أموت من الرعب. ومن عدم قدرتي على التنفس بدأت أرى الأضواء تنخفض، وشعرت بأنني أسقط على الأرض. بعد مرور بعض من الوقت استيقظت على يد جدتي التي أخبرتني أنهم وجدوني فاقدة للوعي. قالت: لم أستطع أن أتحدث وأروي لهم ما حدث. شكرت الله أنه لم يقتلني أو يعتدي علي. أنهيت السنة الدراسية وطلبت من جدي أن أنتقل إلى خالتي في المدينة المجاورة. بعدها تناسيت الأمر وحاولت أن أعيش بطريقتي الطبيعية.
بعد أن تخرجت من الدراسة الثانوية، عدت إلى مقطورة جدي لكي أسلم عليهم قبل أن أنتقل إلى الجامعة. لم أرى جون حين وصلت إلى المنزل، لم أسأل عنه، لكن جدي أخبرني بأنه مصاب بسرطان الكلى، عاد للنعمة وشفى كل مريض. قالت لم أعلق على الأمر، لكنني حين خلدت إلى النوم حلمت بما حدث منه فيما مضى. شعرت بالرعب وقطعت زيارتي مباشرة إلى جدي حتى أخبروني بأنه توفى بسبب مرضه. لم أكن أريد أن أراه، ولكن بعد أن توفى أصبحت أذهب كما كنت، فأنا لست سندريلا.